تظاهر العشرات من المواطنين في البصرة أمام مبنى الحكومة المحلية مطالبين بحل مجلس المحافظة، كما دعوا المحافظ أسعد العيداني إلى الذهاب للبرلمان لغرض ترشيح شخصيات بصرية من قبل الجماهير لتولي هذا المنصب. المتظاهرون طالبوا أيضا بالقضاء على البطالة من خلال تفعيل القطاعين العام والخاص، منتقدين في الوقت ذاته ما وصفوه بهدر أموال البصرة على تغيير الحجر المقرنص في الأرصفة.